بسم الله الرحمن الرحيم، أرفع آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارجة، وإلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى شؤون الأسرة، وإلى أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود والنواب، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المقيمين والزائرين في أراضيها، وإلى الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر السعيد. تقوم القيادة العامة شرطة الشارجة متمثلة بإدارة مهام الخاصة بتنفيذ مراسم إطلاق مدفع العيد السعيد من أرض البديع، حيث نقوم بعد تأدية الصلاة بإطلاق 3 طلقات إذاناً ببدل عيد السعيد، حيث يتم استخدام مدفع الشارقة وهو مدفع فريد من نوعه صمم على مدفع الرقاص الموجود في حصن الشارقة، ويتم استخدامه لمراسم سمو الحاكم في الأعياد والمناسبات. وكل عام وأنتم بخير.